المخاوف اللي بتصيب الأطفال بيبقى معظمها في البداية تم اكتسابها من الوالدين وطريقتهم مع أبنائهم، خاصة في السن ده، أو تم مثلا اكتسابها برضو من تجارب خارجية والوالدين أكدوها بطريقة تعامل خاطئة. من المحاذير اللي بتسبب المخاوف دي عند الأطفال إن يكون أب تسلطي. الأب التسلطي عبارة عن صراع بين وظيفة اجتماعية تقليدية كأب أو كما يفرض عليه المجتمع من شكل عام للأب، وبين الصورة الحقيقية للأبوة. الصراع ده بيفقد الأب الذاتية الفعالة في تربية أبنائه، بل إن سلوك الأب التسلطي بيبقى مرهق للأب أكثر من الأبناء، لأنه طول الوقت عايز يظهر بصورة معينة، طبعا صورة مفتعلة، فبالتالي على طول بيعاني لأن مفيش تلقائية في سلوكه مع أبنائه. فبدل ما يكون إنسان يتحول لآلة تصدر الأوامر والنواهي وتحكم بالقوانين نتاج التربية اللي خلفتها له الأب المتسلط. الأب المتسلط كذلك، عشان بس ما يكونش هو الجاني، هو كذلك كان طفل عنيد بيدافع عن نفسه ضد اضطهاد معين أو ضد خضوع، تشرب السلوك وبعد كده بتلاقيه طفل صعب، ولما بيكبر بيتحول برضو البيت لحلبة صراع. اختلافات بقى باستمرار، وبيبقى عبارة عن زي ما يكون محكمة لإصدار التهم والأحكام العقابية، وبيئة مش قادرة تتواصل مع أفرادها. والدراسة بتؤكد أن 85% من الأطفال اللي تعرضوا لاضطهاد طفولي بيعيدوا ممارسته في حياتهم الأسرية، بيبدأ الأمر مع زوجاتهم انتهاء بأطفالهم، وممكن يصل الأمر لحد العنف كمان مع المجتمع طبعا في الحالات المتطرفة، فبيتحول لشخصية سيكوباتية رفضا للمجتمع ككل.